هذه التجربة كثير مهمة، وقرار شركة الصينية الأكشبنج التي تسوى فوق 20 بليون دولار، هي من أكبر المصنعين للسيائر الكهربائية في الصين، وحين هي تستبدع بالسيائر الطائرة، فعندها إمكانيات للتجربة للتصنيع، عندها مهندسين، عندها قنوات لوجستية، قنوات الصناعة، فهي بتأخذ هالخبرة وهالمقدرة بتحولها الحين إلى السيائر الطائرة، وطبعا حصلت أحسن شريك في العالم هي إمارة دبي. Böyle bu tamamen bir demo olacağız. Zaten çalışırken bize yakınlaştırmıyorlar. Şöyle modeli gelmeden önce ben هذه المركبات الله يسلمكم من الجي كلاس، وطبعا حكومة دبي المسؤولة عن تنظيم القطاع الجوي، منظمين لهالفعالية، والشركاء من 8 أشهر ما شاء الله يشتغلون ويانا وفاهمين رؤية الشركة، فنحن هني ياسين نبني إطار، أهم شيء مو بس المركبة ولكن الإطار اللي بنشتغل مع القطاع الخاص في إمارة دبي لتنظيم إطار أول مرة يستوي في العالم. Yeah.